هذا سائل يقول: توجد مقبرة محاطة بأرصفة ومهيئة لممارسة الرياضة، ويطوف الناس بها بقصد الرياضة، فهل ذلك وسيلة للشرك؟ هذا وانهي فيه، وانهي فيها المقبرة. على كل حال ما يجوز هذا، يعني هذا تشبه بالذين يطوفون على القبور، تشبه. وقد يأتي من يظن أنهم يطوفون بالقبور ما يقتدي بهم، يعني ضاقت الدنيا ما في إنسان يأخذون رياضة فيه إلا المقبرة. نعم.